اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونستقبل ضيفنا كابتن مصر وكابتن انديه تركيه كلها، كونيا سبور وجنشر بالليجي ويعني كودالي، انديه كبيره جدا على الدوري التركي، عنده يعني حاجات جميله جدا سواء في الدوري الاوروبي سواء في دوري ابطال اوروبا. كابتن عبد الظاهر السقا، مساء الخير يا كابتن. مساء الخير، كان اخبارك ايه؟ كله تمام؟ عمور، ازيك حبيبي؟ كابتن عبد الظاهر، تاريخ كبير يعني، كنت بستعرض كده، طبعا بنشكر زملائنا على التقديمه الجميله. تاريخ كبير سواء مع نادي المنصوره في البدايه ثم الانتقال للاحتراف، واكيد يعني في ذكريات جميله جدا في هذا الامر. مشوار ممكن تقوله في ربع ساعه، لكن هو اتعمل في 20 سنه. الحمد لله رب العالمين، يعني الواحد يعني بيبقى ساعات يقعد في البيت كده يقعد مع نفسه، يعني هو انا عملت حاجات كتير قوي. الحمد لله رب العالمين، كنت بأخلص في كل مكان اروحه، ما كانش عندي نوع من ان انا بروح مكان لازم اكون فيه سعيد الاول، لو انا فيه مبسوط بروح فيه من غير اي مشاكل خالص. حتى في انديه كبيره جدا كانت بتفاوض الواحد، كنت تروح ما تستريحش لحد دلوقتي. انا مش عارف ازاي انت ماشي النادي الاهلي. لا لحد دلوقتي النادي الاهلي، انا ماضي للنادي الاهلي قبل ما اروح تركيا. يعني باشمهندس عادلي ممضين عقد على بياض. يعني قبل ما اروح تركيا كنت المفروض اروح النادي الاهلي، وكل الناس عارفه الحكايه دي، ان فرقت يوم بس ان انا رحت جاي العقد في تركيا، فاستاذنت من النادي الاهلي فادوني العقد بتاعي ومشيت. طب كان اول عقودك كان نادي ايه في تركيا؟ كان دينيزلي سبور. دينيزلي سبور، وخدنا ساعتها الخامس. كان نادي لسه طالع من درجه ثانيه. كان معاك احمد حسن صقر؟ كان، لا كان معايا الكابتن محمد يوسف. كابتن محمد دفعوا فيا 500,000 دولار سنه 99. ده كان مبلغ، مبلغ وقدره يعني. كان 99 يعني، كان بعد بوركينا فاسو 98. 98 بعد ما خدنا البطوله على طول. كلمت كابتن جوهري قبل ما تحترم؟ اكيد. ما هو انا كنت رايح على ايده يعني. انا مشيت من المعسكر، وكان بعدها دوره في المكسيك بطوله القارات، كاس القارات، فاستاذنت من المعسكر ورحت لهم على المكسيك. يعني رحت من تركيا للمكسيك، هم راحوا من القاهره على المكسيك على طول. وكانت يعني عشان حد كان يطلع من معسكر الكابتن جوهري ده، يعني ده حاجه كان ينطق في المعسكر بالظبط كده، يطلع من المعسكر. لكن هو كان حابب ان كلنا نطلع نحترف. يعني المنظر اللي انا بشوفه النهارده، يعني كنت دايما اقول، يعني اقول يا ريت الكابتن جوهري كان عايش شاف الناس المحترفين دول بيحترفوا، كان من امله حياته ان كل المنتخب يبقى محترف. كابتن عبد الظاهر، كابتن جوهري كان سابق عصره في كل شيء. كابتن جوهري كان حتى في الضربات الثابته له تريكات وله حاجات بيقولها بتحصل بالظبط. هقول لك على حاجات حصلت شخصيه مني له، يعني حصلت معانا شخصيا. انا ما كنتش بلعب ستوبر او مساك اصلا، ما كنتش بلعب اصلا، كنت بلعب ليبرو ولا نص ملعب. فطلب مني ان انا العب مساك، ف ما كنتش حابب القصه يعني، ما كنتش حابب الموضوع. فقال لي لا، عشان انا كمان سنتين مش هلعب بليبرو، يعني كمان سنتين انا مش هلعب بليبرو خلاص، مفيش حاجه هتبقى. كان سنه كام؟ انت بتتكلم في قبل 98، يعني بتتكلم في 97. 97 ساعه ما الناس كلها كانت هي بتلعب 5-2 الليبرو، هو ده الاساسي بتاعها. فساعتها ما كنتش مصدقه، يعني ما كنتش حاسس ان انا فعلا مش هيبقى في الليبرو، مش هيبقى في واحد يغطي. امال مين اللي هيغطي؟ امال يعني المساك هيمسك ويغطي ازاي؟ يعني فطبعا ده كانت مسببه لي ان الراجل ده شايف، اقنعني وقال لي لو عملت كده هتستمر في منتخب مصر لمده 10-15 سنه. يعني برسم لك الخريطه اللي انت لو لعبت بيها هتستمر تمام، لان انت عندك المقاومات دي، بس تسمع الكلام. حاجه تانية، احنا لعبنا منتخب مصر في 98، ودي كانت اول حد يمكن في العالم كله يلعب بالطريقه دي، وهي بطريقه الفرود الواحد وتحتيه اتنين. كان حسام حسن وعبد الستار وحازم، اللي العالم كله بيلعب بيه دلوقتي. ده حقيقي، وكان ساعتها الناس كانت بتنتقد كابتن جوهري وطريقه دفاعيه بالظبط، ومحدش فاهم ان دي الطريقه الهجوميه اصلا. وكان ساعتها برشلونه بيلعب بنفس الطريقه، كان عنده كلايفرت وتحته فيجو وريفالدو. فالواحد لما بيبص ازاي كابتن جوهري كده في سنه 98؟ لا كان حاجه. بص، انا اتمرنت مع منتخب مصر، يمكن لعبت 111 ماتش دولي، وكتير عدوا عليا، منهم طبعا الهرم الثاني كابتن حسن شحاته تمام.
لكن عبقريه الجوهري حاجه تانية خالص تماما. يعني احنا ساعات بنتمنظر بتاع كابتن احمد حسن. اه طبعا عمره ما يتنسى جدا، اول بطوله اخدها في حياتي كانت بطوله 98. عبقريه الجوهري مش بتيجي بس انه سابق سنه، في التعامل مع اللعيبه، التعامل مع اللعيبه، ازاي يصنع نجم، ازاي يجيبك انت كمنصوره درجه تانية ويجيبك يلعبك منتخب مصر على ناس من الاهلي والزمالك، الا من هو عنده عين كويسه يعرف يشوف بيها النجوم وبيصنع النجوم. فلا الجوهري حاجه تانية خالص، زي اي واحد اسطوره من الاساطير تقدر تقول انه ما بيكررش الا مره واحده، هو الجوهري ما بيكررش الا مره واحده. انتوا كسبتوا الجزائر في تصفيات كاس عام 2002 5، وانت كنت فاول عجيب يعني، كل اللي شافوا الماتش دوت يعني قبل ما انت تشوط او قبل ما حضرتك تشوط ككابتن عبد الرزاق كان بيقول له قال لك لا شوط، وبعدين لما انت شوط ابهرت الجميع. يعني دي حاجات ازاي؟ ده جت صدفه، هدف الفاول كمان يعني جت صدفه، الكابتن جوهري بيقول يلا كل واحد شوط شوطه، ده في التمرين. في التمرين يعني هي صدفه في التمرين مش صدفه في الماتش. لا انا بقول لك بس صدفه عشان الناس تاخد بالها ان الموضوع جه صدفه، وبعدين الكابتن واقف بره بيتفرج، فانا جبتها بنفس الطريقه اللي انا جبت بيها نفس الجون. فهو عشان انا ما اخدش بالي بالظبط خالص. انت لو عليت على الكابتن ميمي شربيني هي فعلا اخراج الكابتن جهر. فانا خدت الكره في الحته دي وشطها جت جون في المقص. قال طب شوطوا حاجه تانية، احنا خلي بالك 15 لعيب قعد خلانا نشوط. لا فيهم مين؟ فيهم حسام وابراهيم واحمد حسن وحازم وعبد الستار، كل اللي فيهم، وانا مدافع يعني. فقال طب يلا بقى كله يروح وعبد الظاهر استنى. انا قلت عملت حاجه، هيديني محاضره، هيديني في وشي حاجه كده يعني. ما كان يحب يأدب حد، هو يعني ما شاء الله طبعا مربي فعلا. فقال لي يلا اعملها تاني. قال لي ايه رايك لما اخرجها لك لبره؟ قام جاي لي كده وقال لي طب زقها عليا كده، كده هتطلع بره الحيطه، فانت هتعرف تلفها كويس زي ما احمد حسن. فوقف نفسي وقفه احمد حسن دي وازقها له، هو نفس الطول يعني حتى فازقها له وقفالي اشوطها تيجي جون. نادر وعصام الحضري كان يقف ويعرفوا ان انا اشوطها كده وتدخل جون، وتدخل جون. ومين انت بتتكلم في عصام الحضري ونادر السيد؟ مره نادر اتعور فيها، مره نادر اتخبط في العرض. ايوه، لان مستحيل الجون يشوفها، مستحيل ان الجون يشوفها، لان انت دي عاميه للجون، حتى وهي بتدخل هتلاقي الجون اتفاجئ. بص الجون بص ازاي؟ بص لقاها عنده ما يعرفش، ومن قوتها هي بتلف من بره تدخل جون. فقعدت اتعلم عليها لدرجه ان الضمه وجعتني، مش قادر اقول له من كتر الشوط، مش قادر اقول له انا تعبت. انت بتتكلم في 20 30 كوره كل تمرين، لا وبتتكلم في كابتن محمود جوهري، ما ينفعش تقول له انا تعبت، ما ينفعش ان انا اقول له. فطبعا كان اهو ده شاف واحد شبه كانت تهاوي الحته دي، حولها لاحتراف، حولها لخطه، حولها لمنظومه. وكان جون ده جه في الدقيقة 45 والشوط الثاني بينتهي، فكنا متعادلين 2-2 مع الجزائر. فانت اصبحت داخل وانت كسبان 3-2، فهيصبح يهاجمك، هينزل يهاجمك عشان يتفتح من ورا، عشان يحصل السرعات لوليد صلاح ابو لطيف وطارق السعيد ان احنا نقدر نعمل الهجمة المرتدة عشان ندخل الجوان. كل السيناريو اللي هو عمله حصل في الشوط الثاني، وكان قايل لكم الكلام ده. فعشان كده كانت في نقطة التحول في الماتش. طب ولما جبت الجون ما حدش من اللعيبة قال لك عملتها ازاي بس طارق؟ لا عشان انا بجيبها هم شايفين، هم ده طبيعي. حتى لما جت قالوا ده جون، عشان انت لما توصل لمرحلة ان انت من 20 تجيب 18 خلاص انت اتقنت الموضوع بنسبة 100%. عشان كده لما جت في الحتة دي هتلاقي الحازم امام واحمد حسن اترسم وعبد الستار عادي خالص. طب اقول لك على حاجة، نفس المجموعة دي كانت بتعمل نفس البلان ده أو الخطة دي كل يوم تمرين. يعني عبد الستار دوره إيه؟ ينط على الكورة، يجيب عبد الستار ينط. طب ما تجيب أي حد ينط، أي حد ينط التاني ينط التاني، لا هو عبد الستار ينط. وأحمد أحمد وحازم طبعًا كل مرة يقفهم ويعملوا نفس الحكاية، فيعني زهقانين. أنت ما بتعملش حاجة غير إن أنت تباصي، أنت توقف بس. المحور كله مبني ان انت هاجي واشوط الكره دي. فده طبعا ذكاء مدرب غير طبيعي، لان انت في ساعات بيتقفل عليك الجيم فبتخلصها بضربه ثابته، ان بيبقى مقفول عليك، فانت تستغل كل موهبه فيك. طب كابتن عبد الظاهر
انتقالك الى تركيا، وهل استشرت كابتن هاني رمزي، هل استشرت كابتن حسام حسن، كابتن ابراهيم؟ طبعا الناس كانت عندها تجربه احترافيه، ولا خدت القرار ويعني خدت شنطك ورحت على هناك على طول؟ انا كنت في وضع يعني لا احسد عليه، يعني انا كنت في وضع في المنصوره، والنادي الاهلي قاعد يفاوض نادي المنصوره اكتر من سنه ونص ان ياخدني. وصل ثمني في مصر 1,000,000 جنيه، وده ساعتها كان الكابتن رضا عبد العال جاي النادي الاهلي، كان اكبر صفقه كانت 600,000 او 650، وانا مدافع مش مهاجم. فليه بقى؟ لان كان النادي الاهلي ساعتها الكابتن يوسف احترف، ابو الدهب تقريبا احترف، سمير كمونة كان احترف، ما كانش وقتها موجود غير الكابتن مشير، وكابتن مشير كان كبير، وانا كنت طالع في منتخب مصر، كنت عامل موسم هايل جدا، فما كانش في الساحه غير انا، وما كانش ابراهيم سعيد لسه طلع، يعني كان ابراهيم لسه في المنتخب الصغير. عشان كده لما انا سافرت تركيا ابراهيم لعب في النادي الاهلي، وكانت من احد اسباب ان حد يظهر في النادي الاهلي صغير. ده النصيب. فعشان كده الموضوع كان عندي ان انت كنت متخيل ان انت تروح النادي الاهلي، عشان ده اكبر حاجه في مصر ان انت تروح تاني تحترف بره، فيجي لك خطوه قبل خطوه. فطبعا ما صدقتش طبعا، لان انا فيها كرم وفيها من ربنا سبحانه وتعالى ان يخطط لك. هو ساعات لما بتبقى ساعات كنت متضايق جدا في المنصوره بدرجه غير طبيعيه، كنت عايش تقريبا، تصور واحد في المنصوره هيتنقل النادي الاهلي نقله غير طبيعيه، فكنت نفسي تعبانه جدا، كنت ساعات اتضايق جدا. لما جالك بقى تركيا، هو جالك عن احد الوكلاء ولا يعني؟ لا 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 لا، هو برضه عشان النصيب برضه كان عندنا دوره في كوريا الشماليه، كوريا بس كوريا 15 ساعة. المدرب التركي بيسافر يشوف محمد يوسف، عشان هو ما شافوش، هو مضى معاه على السي في بتاعه، لما شافوش بيلعب، فانا عجبته، فقال لك لا انا عايز نمره 5. فطبعا شوف رزقك في كوريا. عشان كده بنقول للعيبه انت ما انتش عارف مين هيشوفك فين وفي اي ماتش، فلازم يركز في كل ماتش، فلازم كل ماتش، خاصه الماتشات الدوليه، ما تحسبش الماتشات الدوليه دي اي كلام. في ناس كانت بتهرب ساعات من السفريات الطويله، فعشان كده تجتهد تأخلص، ربنا سبحانه وتعالى ما انتش عارف الرزق بتاعك فين. فان واحد تركي يروح كوريا الشماليه عشان يتفرج عليا، عشان انا عاجبه، عشان هو مش عارف ان انا عندي مشكله في ناديه، عشان مش عارف اتنقل للنادي الاهلي، فروح بعد كده روح احتراف. طيب انت لما رحت كوريا حسيت، عفوا تركيا، حسيت ان انت تأقلمت سريعا، تعلمت اللغه وبقيت واحد من النجوم لدرجه ان انت وصلت الكابتن فرقتك، يعني ازاي الامر ده جه يا كابتن نصار؟ عشان انت عاوز، يعني عشان انت انت محتاج الحته دي، وفرحان وعندك اهداف عايز تحققها وبسرعه، ما عندكش ان انت بتقيس الموضوع، يعني انت مش ما كنتش رايح عشان لو هقيس هرتاح ولا هرجع، لو ما ارتحتش هرجع، لا لا لا، انت عارف بالظبط انت رايح مصمم، رايح انا عارف هدفي ان انا هعيش هنا، هحترف، هبقى كويس، هبقى احسن واحد في الدوري التركي. فبالطبع انت اشتغلت على كده. طبعا الاغراءات من الاهلي والزمالك كانت كتير جدا في المرحله دي. في تركيا؟ طبعا كل سنه تقريبا، كل سنه الباشمهندس مش سايبني طبعا، الباشمهندس عدي هو اساسي، لازم انا بقول له ان انت كل سنه كنت لازم تبيت عليا، يعني كل سنه ها راجع، لا خلاص وصلنا المرحلة مع الباشمهندس ان انا لو راجع هكلمه خلاص. والزمالك طبعا، بس انا كنت مصمم ان انا استمر من فترة من فترات طبعا، يعني وده جه يعني كنت ناوي احكيه فعلا على الكابتن احمد الرفعت رحمة الله عليه النهارده، يعني افتقدنا حد قام في الكرة المصرية وعلامة، يعني موقف لا انساه له، يعني الصراحة الامانة، يعني كان جاي يفاوضني لنادي الزمالك، فجالي تركيا، فكان جاي معاه المستشار محمود الله يرحمه، وكان هو والهاني زاده مع حفظ الالقاب طبعا. فحصل خلاف بيني وبينهم ان انا مش عايز ارجع، يعني انا يا جماعه انا مبسوط هنا مش عشان اهلي او زمالك، انا عايز ارجع، انا عايز استمر. فقلت له طيب احنا هنشوف احنا عايشين هنا ازاي. وريتهم عقلي، فطبعا الفلوس بالنسبه ليهم هم كانوا مستقطرين ان هم هيدوني فلوس كذا. فوريتهم عقدي، فطبعا الموضوع عنده ما فيش نسبه وتناسب.
اعلى بكتير يعني. اول حاجه قلت له طب تعال لف بقى في النادي، فلاقوا صوري وانا كابتن التيم متعلقه. ده كان نادي ايه؟ جنشتار بيلي. جنشتار. انا هتعلم منك تركي بقى. يلا. فرجتهم على امكانيات النادي وازاي انا هنا واخد وضعي، وازاي قابلتهم برئيس النادي وقال لهم عبد الظاهر ده حاجه عندي مستحيل، لان انا رفضت انديه كبيره في تركيا. يعني جالاتا سراي وباشكتاش وفنربتشا ما رضيتش اروح عشان النادي ده، لان بحبه. فرقه كان فيه هاجي ساعتها. جورج هاجي كان. فالكابتن احمد رفعت قال لي عندك حق، احنا ما كناش عارفين الوضع، وانت لو تفكر انت ترجع تبقى غلطان، ولو حبيت تفكر ترجع انا هقول لك لا ما ترجعش. يعني هنا بقى يدي لك بقى واحد جاي بالمدرب يفاوضك. هنا المدرب كابتن احمد رفعت المدرب هو اللي طلع. بالظبط. لا ده قدام الاستاذ هاني زاده والمستشار المستشار محمود. وكان المستشار مرتضى كلمني في التليفون انا هبعت لك حد عشان ترجع لنادي الزمالك. فقلت له انا مش عايز ارجع. فقال لا انا هبعت لك حد اقعد واسمع. كان ساعتها حازم امام راجع الزمالك، كان لسه بيكونوا ناس. كانت فتره اودونيزيا لما رجع، كان لما رجع يعني. تمام. فقد ايه كابتن احمد رفعت ساعتها نصحني وقال لي بص هو جاي مصلحته ان انا انزل. فقال لي لا كمدرب ولعيب بقى، قال لي اوعى تمشي من هنا، انت راجل واخد وضعك، انت هنا بتعمل كل حاجه، عايش عيشه كويسه انت واهلك، لا استمر هنا يا كابتن. هو كان شخصيه جميله الصراحه. الله يرحمه. احمد ربنا يرحمه. الحمد رحمته رب. طيب كابتن عبد الظاهر، بالتاكيد النجاح في الاحتراف ما هوش سهل، ما هوش مفروش بالورود، كان في ايام صعبه. طبعا. ازاي قدرت تتخطى هذه الصعوبات؟ انا الكلام ده عشان اللعيبه اللي عايزه تحترف. انا بقعد ساعات الانديه اللي اشتغلت فيها بقعد ادي دروس في الحاجات دي، يعني بقعد زي سيشن كده بديه ازاي كيف تكون لاعب محترف، ازاي تفكر. فبديني اول سيشن كده. احنا بقول بالناحيه الاحترافيه خلينا نتكلم على الارض الواقع هنا عشان نبقى واقعيين. انا دايما واقعي، دايما لما حتى رحت اشتغلت في طنطا هم شايفين اللقطه الاخيره الكابتن عبد الظاهر صاحب البطولات والنجم والكلام ده كله، فبيلاقوني بكلمهم في حاجات صغيره جدا، فمش مصدقين، مش مصدقين ان انا طلعت زيهم بالظبط من الاقاليم، من الناس دي وصلت للمرحله دي. بس وصلت عشان 1 2 3 4. الصعوبات بتذوب لو انت عندك هدف. يعني انت لو انت عندك هدف اي حاجه في الدنيا هتذللها بنفسك، واي نجاح غيرك هيستكبره وانت هتستصغره. يعني ساعات الواحد كان ينجح وناس فرحانه جدا وبتهنيني، مش هو ده تارجتي ومش هو ده هدف اللي انا رايحه. فعشان تنجح في الاحتراف الداخلي او الخارجي لازم كده احنا عملنا دايره وخلينا انا راجل عايش 100%. هتدي لشغلك كام؟ وهتدي لعيلتك كام؟ وهتدي لحياتك الشخصيه كام؟ لو اديت 50% لشغلك واديت 50% لاولادك وعيلتك واصحابك، انت كده بقيت موظف وليس لعيب. اللي هو ايه؟ رايح الشغل وجاي من الشغل، اللي هو لازم اروح ولازم اجي. طول ما انت بتعلي ال 50% بتاع الشغل واهتميت بيها لدرجه ان انت لو عملت ال 60% شغل وال 40% انت بقيت لعيب اساسي في الفرقه. ليه؟ لان انت راجل مهتم بشغلك. لو انت عايز تتميز عد ال 70%. عد ال 70% بتيجي ازاي؟ شغل على نفسي، شغل رقم واحد، قد مواعيدي على تمريني، قد مواعيدي على شغلي، ما اعملش حاجه ضد شغلي. زي واحد يقول لك ايه؟ قابلني بعد صلاه العشاء. هو ليه قال اللفظ ده؟ ما قالش الساعه 7:30 8؟ لان هو عنده الصلاه بياخد عليها المواعيد، يبقى الصلاه قبل المواعيد. واحد يقول لك بعد صلاه المغرب، اقابلك بعد صلاه المغرب، يبقى هو حط الصلاه الاول وبعد كده شغله. لو انت النهارده اديت ميعادك على تمرينك ولا تمرينك هتحطه على ميعادك، هو ده الفرق. وانت النهارده عندك صحاب عايز تروح وتسهر معاهم وتعيش معاهم، ده حقك. عندك زوجه واولاد لازم تقدر تهتم بيهم، وده شيء محدش يقدر ينكره. لكن اهتماماتك دي هتاخد قد ايه من شغلك اللي هو فتره قصيره قوي ومش هتستمر بشكل كبير؟ هتقدر 10-15 سنة تستحمل ان انت 75% على الاقل، ما تقلش اكتر من 75%،
وبيتك يكون عارف كده. يعني اللي متزوج وعنده زوجة لازم يقعد معاه يقول لها كده، يقول لها أنا هعمل واحد اتنين تلاتة أربعة. ليه؟ معظم اللي فشلوا أو مش هنسموهم فشلوا، ما قدرش يستحمل، كانت عيلته مش قادرة تستحمل. هو بيبقى الموضوع كان زوجته وأولاده مش قادرين يستحملوا الغربة، ولا قادرة تستحمل إنها تعيش بره بيت وما تشوفش مامتها، فهي عايزة على طول تسافر. مشاكل كتير أنا قابلتها مع ناس جت تركيا، كنت دايما أقول لهم بلاش. يعني مثلا فاروق، يعني هو يكون شاهد على العصر، محمد فاروق، مامته اتصلت وقالت له النبي يا كابتن ده هو عايز ينزل، وساعتها مش عارف مين اللي جه، لا الكابتن باشمهندس عادل، لا الكابتن علاء ميهوب، جه نزله من انقره. المدرب كلمني قال لي ده فاروق بيقول لي ان انا عايز انزل النادي الاهلي. فكلمت فاروق، ليه يا فاروق عايز تنزل؟ قال لي يا كابتن لا، اصل انا بلعب شويه وما بلعبش شويه. قلت له الراجل قايل لي ان هو هيلعبك بعد شويه، هو بس انت على ما تاخد على الجو ويدخلك يعني. قال لي انا عايز انزل النادي الاهلي. كلمتني مامته فقلت له بص، هتنزل النادي الاهلي على عيني وراسي يا فاروق، بس انت ممكن تنزل النادي الاهلي وانت عندك 30 سنه وانت عندك 35 سنه. هنا في حاجه تانية خالص، ممكن تروح اي نادي تاني، تروح اي اوروبا تحترف. ازاي انت عايش في الجو ده وتسيبه وتمشي؟ فطبعا عشقه للنادي الاهلي وهو راجل مش موجود وطبعا صغر سنه، تمام، ده طبعا رجعه النادي الاهلي، تمام. امثله بقى كتير قوي، احمد بلال، مدحت عبد الهادي، عمرو الدسوقي، رمضان، كتير كتير. وفي فتره كان اغلب اللعيبه المصريين، يعني دلوقتي يمكن بازل هو بقى محطه اللعيبه المصريين، كان ساعتها تركيا كان الدوري التركي. احنا كنا بنزعل جدا واحنا نقول لك ايه اركب ميكروباص تركيا، مع ان اللي نجح فيهم اتنين او ثلاثه، فاهمني؟ ما كانش حد يعرف ايمن عبد العزيز، يعني انا واحمد وايمن اكتر ثلاثه استمروا في الدوري يعني. لكن احنا كنا بنساعد بشكل كبير جدا، ان احنا شايفين ان الناس دي محتاجه ان احنا نساعدهم، والحمد لله كنا سفراء كويسين جدا وقدرنا نساعد الناس انها ممكن تيجي تركيا، والناس كانت بتسمع كلامنا جدا. فمثلا مدرب يقول لي عبد الظاهر مش انا محتاج فاروق، اقول له اه روح خد محمد فاروق، روح خد فلان، اه. فبقى يجي لان هو شايف انطباع عني ان انا كويس، ان انا راجل محترف كويس. عشان كده في ناس كتير جت تركيا، لكن اللي نجح قليلين جدا. كابتن عبد الظاهر، لعبت انت في كذا نادي، يمكن كونيا قعدت فيه اكبر فتره، لا جنشتار بالست سنين، ست سنين، والاتحاد الاوروبي اليوفا كاب، كان ساعتها اليوروبا ليج دي كان اسمها الاتحاد الاوروبي. اه بالظبط. في احد السنوات حصلت على افضل مدافع في الاتحاد في هذه البطوله، وكان فيها انديه على احنا ما غلبناش غير الماتش الاخير من فالنسيا. فالنسيا في واحد في سنه كام؟ لا مش فاكر، انا اضعف واحد في السنين، ممكن يعني. يبقى مثلا 2004، ممكن 2004، الماتش الاخير فالنسيا قبل النهائي، يعني كان معاهم رافائيل بينيتز. كنت بلعب على بيقول قصير، هو ماركو ديفاي. ماركو ديفاي كنت بلعب عليه. كان ايطالي هو. هو ماركو ديفاي. وفيها كمان الموضوع ده الحمد لله رب العالمين، دخل فينا اقل فرقه دخلت فيها اهداف، فكانوا بيوصلوا. ساعتها جالي فيردي بريمن الالماني، بريمن اللي هو كان نادي هاني كابتن هاني رمزي. كابتن هاني رمزي كان مشي، وكان ساعتها اللي هيمسكه صاحبه، كان صاحبه بقى مدرب ومسك فيردي بريمن. وكلمت الكابتن هاني رمزي وقلت له ده احنا كنا بنلعب فانار باتشا، وهو جاي يختار لعيب من فانار باتشا انا عجبته. فانار باتشا ده يمكن تاني اكبر نادي او تالت اكبر أول نادي. اول نادي في تركيا. في تركيا في الجماهيريا. الجماهيريا يعني اكتر من جالاتا سراي. اكتر من جالاتا سراي. جالاتا سراي اوروبيا. اوروبيا. عشان خد الويفا كاب. عشان فالكابتن هاني قال لي مش هتتبسط في المانيا، انت طبيعتك عاوز جامع وعاوز اوروبا، كل الحاجات. المانيا صعبه جدا العيش فيها، صعب. فانا سامع عنك كويس، المدرب كويس صاحبي وكل حاجه، بس ده فما روحتش المانيا. ودي كانت من احسن يعني. مين ابرز اللعيبه كابتن كاسامي اللي لعبت معاهم في الدوري التركي؟ لعبت مع انيلكا، لعبت نيكولاس انيلكا. طبعا فتره اعلان اسلامه. روبرتو كارلوس. فتره اعلان اسلامه.
جه عندنا تركيا وحصل لعبت مع اليكس ولعبت مع اليكس البرازيلي وده كان من كابتن فنرباتشا. في خبر قالوا ان احسن مدافع لعب عليا كان عبد الزرسق، نشر في الجرايد كده في بيسالوه عن المدافعين اللي انت لما بتلعب قصادهم بيعجبوا، قال لهم بغض النظر هو منافس شرس لكن من احسن الناس اللي انا بشوف لو جت فنرباتشا هتنقل الدفاع في حته تانية. يعني من الحاجات اللي اسعدتني يعني لعيب كبير زي ده، لا نجوم كبير قوي على مستوى العالم. انا خدت احسن لعيب وكان موجود ساعتها كابتن هولندا التوأم فراندبور كان موجود في جالاتا سراي، وسونج كان موجود في ترابزون طبعا الكاميرون سونج اللي مات ربنا يكرم. فلما تاخد على الاسماء دي وانت تاخد احسن لعيب في الدوري التركي ومدافع في الدوري التركي كانت حاجه كويسه بالنسبه لي جدا. يعني لا دي يعني حاجه جميله. وثم انتقلت الى نادي كونيا. نادي كونيا من الانديه اللي اقل من نادي جنشتار بشويه. طب ليه خدت قرار انك تنزل في الليفل؟ ما تعلاش مثلا تروح بشكتاش كان فيه كابتن احمد حسن. هو بشكتاش بقولها صح؟ هي كان لها حادثه بشكتاش هي كان لها حادثه كده مع رئيس النادي قبل القيد ما يتقفل بشويه، حصل مشكله ما بين رئيس النادي والمدرب. وكان في مليون يورو شرط جزائي لو المدرب مشي. ده في كونيا؟ لا في جنشتار بيلي. فساعتها رئيس النادي عشان ياثر ان الراجل ده يمشي مشى ست لعيبه. من احنا كنا ثالث الدوري التركي بنلعب في الويفا كاب بننافس على الدوري التركي، يعني الفرقه دي كانت منتظره. كان معاك كابتن احمد حسن؟ كان معايا احمد بس احمد مشي. راح بشكتاش. بس اكيد الفتره اللي انت وكابتن احمد حسن مع بعض يعني كنتوا دويتو طبعا قوي. احمد كنا احنا قوه، كان بيسمونا القوه في النادي. يعني احنا كان لنا تقل في النادي ان احنا كانوا مستشيرونا في كل حاجه. احمد كان قدام كان عامل ماتشات هايله بيحط جوان بطريقه ده كانت اول ظهور ان احمد يحط جوان او يلعب مهاجم او يلعب لقدام. كان المدرب ده هو اللي لعبه قدام، كان احمد دايما يلعب نص ملعب مدافع. فهو شاف ان احمد شرس جدا على الجون فلعبه تحت الفراوده وعايز كره لوحده. عايز كره برضه كانت بتتقال بالتركي؟ طبعا. بص الانسان لا يتغير، هو هنا هو هنا. بس من الناس اللي يعني اخويا وعشرته يعني كانت فتره حلوه جدا. يعني انا احمد معايا من المنتخب الاولمبي واحترفنا سوا وعشنا سوا واتجوزنا سوا وخلفنا سوا، فيعني عشره عمر غير طبيعيه يعني. ونجاحات بقى احنا الاثنين الحمد لله رب العالمين. خلي بالك لما يبقى معاك صاحب يشدك تشوف هو ناجح وانت عايز كمان تنجح، تمام؟ بتفرق معاك. بتفرق طبعا معايا، غير لما بتاخدوا بعض وتروحوا في حته تانية بقى. اللي هو ممكن يروح حته تانية غير بقى ما تيجي نسهر ما تيجي مش عارف ايه. لكن احنا الاثنين الحمد لله كنا ملتزمين فطالعين، هو مهاجم وانا مدافع، فبشكل كبير احنا لعبنا ماتش قصاد بعض. هو كان في بشكتاش مهاجم وانا مدافع. وكان ساعتها بشكتاش هياخد الدوري وكانت كل تركيا اتكلمت عليه. بالظبط. احمد انا لعبت على احمد تقريبا، انا ضربت احمد علقه تموت والله بجد. لان ساعتها الاتراك قالوا ان 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 جنشار بالليجي السقه صاحب احمد فاحمد هيسيب الماتش. فكنت عاوز اثبت للدنيا كلها ان لا. حتى طلع وقال لك هم دول ناس محترفين بجد. حتى المدرب اشتكى مني مدربهم بالبوسكي بقى الاسباني، اشتكى قال ان مفيش عنف كده، ان مفيش حاجه اسمها عنف كده. واحمد جاب بيلين، احمد جاب بيلين ساعتها وتعادلنا تقريبا او خسروا الماتش مش فاكر بالظبط، لكن عملنا ماتش ضد بعض زي مثلا ما تكون مثلا انا الماتش ده الاخير بتاعي او احمد الماتش الاخير موت يعني. لا صعب جدا. وده صراحه هو ده النموذج، يحترمك الناس. الناس تحترمك، الناس تقول لا ده في احتراف، في احترام، في احترام وفي احتراف كمان. انتقلت الى كونيا بسبب خناقه ما بين رئيس النادي والمدرب. بعت لي رئيس النادي وقال لي انا هضطر ان انا اوديك ست شهور فرقه وارجعك تاني. ما انا السنه اللي قبليها ما رحتش بشكتاش فنرباتشا عشان خاطره. يعني لما اجتمع بيا انا واحمد ولا انا عايزكم، فاحمد قال له لا انا همشي. انا قلت له لا انا هستنى.
فاهمني؟ تقول لا انا هقعد في النادي. هبقى موجود في النادي. فلما انا سايب لك سايب فرقه كبيره عشانك وقبل بكده ما يتقفل بيومين ثلاثه فطبعا انت زنقتني. فخد قرار. خد قرار انه يمشي سته من اساسيين عشان المدرب كده هيلعب بمين؟ المدرب قدم استقالته على طول بعديها. تركي مدرب تركي. انا قلت له لا انا ما حدش يوديني حته انا عنيد جدا في شغلي ما حدش يوديني مع ان يعني رحمه الله عليه هو الدوري التركي متسمي باسمه السنه دي لانه مات السنه دي متسمي الهان جوجا سوبر ليج متسمي باسمه لانه هو كان رئيس نادي مش رئيس نادي عادي من اقدم رؤساء انديه في تركيا وهو رئيس الانديه المحترفه في تركيا فكان له ثقل في تركيا فقلت له لا انا هروح النادي اللي على مزاجي واللي انا اشوفه كويس الحمد لله ساعتها كان في 3 4 انديه اخترت كونيا حسيت ان انت عارف لما 3000 واحد يقابلك وانت رايح تتفاوض عليهم جماهير مقابلاك وعامله لك صور وحسيت بنفسك عرفوا ايوه عرفوا عرفوا انا مش قصتي ان انت هتتاخد انت هتديني كام انا هتبسط عندك ولا لا هشتغل عندك وانا مرتاح ولا لا لان انا بالاسم بتاعي ان انا اروح كونيا كانت برضو حاجه بالنسبه لكونيا كابتن فريق هنا انا على طول خدت كابتن التيم ادوني كابتن التيم ده كانت هديه من كابتن التيم يعني وعلى فكره كان بيلعب معايا في دينيزلي اول نادي لعبت فيه وانا في حادثه بس برضو حصلت ان انا بلبس رقم 5 فانا ما بتنازلش على رقم 5 يعني بكتبها في العقد انا بكتب كل حاجه في العقد حتى الصيام حتى بكتبه في العقد الصيام يعني كل البنود اللي انت طبعاً. عايزها كده ده درس اللعيبه كل حاجه حتى نمره التيشيرت بتاعي انا بلبس رقم 5 ماليش دعوه بقى مين اللي بيلبس رقم 5 عندكم دي قصتكم انتم انا هتعاقد معاكم خلصت الناحيه الماديه انا بقى النواحي الثانيه ديت لازم تذاكري كل حاجه انا عاوزها صيام بكتب صيام بكتب ان انا هصوم ان انا اتخصم مني كتير عشان صمت كتير فطبعا انت النهارده لقيته مقدم لي التيشيرت ومقدم لي الكابتنه طب انت يعني مقابلينك مقابله غير طبيعيه فطبعا يعني الحمد لله رب العالمين خوك يعني بشكل كبير عشان كده لما لعبت 2005 ل 2007 في الـ في الـ في النادي ده يرجع الاسبوعين اللي فاتوا يدوني احسن كابتن على مدار تاريخ النادي ان من الناس اللي اثرت في النادي يعني وكان في تكريم كان في تكريم من اسبوعين كده من فتره من ثلاث اسابيع بالظبط حتى يعني اتشرفت ان عملت مع حضرتك مداخله حاجه جميله ان الناس دي ما بتنساش يا كابتن لا ما بتنساش يعني انا شخصيا كان ايتو حاضر الحفله كان بيلعب في انطاليا سبورت في انطاليا سبورت ساعتها تحفه طبعا جميله هو دول على الزمن النادي بقى يعني تصور ده من مثلا السبعينيات ده من الثمانينات يعني فاهمني ميتين يلمز ده وادي ده رئيس النادي ده اسمه ايه يا كابتن ده رئيس النادي اللي هو النائب رئيس النادي نائب رئيس النادي لان كان رئيس النادي كان لسه في انتخابات ومش عارفين فهو اللي قدم لي الجائزه وقدم لي التكريم ده فعشان اقول لك ان الناس تفتكرك بعد كام سنه بعد 10 سنين او 11 سنه سامي لوتو انت لعبت عليه كذا مره منتخب الكاميرون ما هو فوجئ بقى ان احنا ان انا موجود هنا كلهم 42 هو 42 42 ده رمز البلد رمز البلد اللي هي نمره عربيات البلد يعني مثلا انقره 06 ايوه تركيا البلاكه بيسموها العربيه من ورا ال ايوه النمر النمر أطلع. العربيه بتبدا يبقى ليها كود يعني لها كود الكود العربيه او نمره 42 ف 42 دي قيمه عندهم يعني اللي بياخد 42 ده قيمه عندهم فعشان كده هم بيكرموك بالشعار بتاعهم كابتن عبد الظاهر انت لعبت على نجوم تقيله قوي لعبت على صامويل طول لعبت على كان برضو بدايات دروبا مع منتخب كوتيفوار لعبت على انيلكا لعبت على نجوم تقال جدا ماركو ديفاي انتوا لسه مفكروا بماتش الكاميرون لما طلعناهم من كاس العالم جون محمد شوقي جون محمد شوقي هناك وهو بيعيط في بتاعه وبيعمل لي كده جيرمي عمل ضيع ضربه جزاء واحنا ما كانش لنا اي نوع من المنافسه ورايحين مع الكابتن حسن شحاته في بداياته وكان هو مؤقت الكابتن حسن شحاته بعد رحيل تارديلي واحنا في رمضان ونازلين 100,000 متفرج بشكل كبير احنا مغلوبين لان الكاميرون كانت تقيله جدا
واحنا كتيم لسه بيتغير فينا اشخاص يعني الجيل محمد شوقي وحسني والناس دي كانت بتركب معانا انا واحمد حسن وعصام الحضري والناس دي وكانوا في نغمه في مصر ان الجيل الكبير ده يبطل يعني ان احنا واحمد والناس دي تبطل وعصام وساعتها في ناس مسؤولين كلمونا وقالوا لنا ما تروحش المباراه دي فانا ما عنديش حاجه اسمها ان ما اروحش المباراه دي طالما انت بعت لي فاكس انا هاجي ما عنديش مشكله خالص فروحنا طبعا وكان رمضان والجو صعب جدا عصام لقيته قاعد يترجاك بيترجاك في الملعب بليز يعني راجل هيروح كاس العالم راجل هيروح كاس العالم بس انت لما الماتش خلص الناس قاعد تسقف لنا احترموكوا كل الناس احترمتك لان انت لعبت برجوله وشرف ان انت مش بتلعب كعبد الظاهر السقا باسم نادي ولا بتلعب باسم مصر فما ينفعش في الموقف ده مع ان انا تعاطفيا انا معاهم لان هم اللي يستحقوا يروحوا كاس العالم مش كوت ديفوار مش الساحل العاج فعشان كده ساحل العاج ساعتها طلع احنا طلعنا السنغال مره ومره طلعنا احنا يعني خلصت على الحمد لله كابتن عبد الظاهر حضرتك دخلت مع نادي طنطا بتجربه جديده عن الكره المصريه وهي المدير الرياضي او السبورتنج دايركتور يعني المدير الرياضي دي يمكن لقب ناس مش عارفه هنا بيقول مدير الكوره فعايز اعرف منك الفرق فرق شاسع طبعا فرق محوري غير طبيعي لان انا اخترت المدير الرياضي بيبقى فني اكتر منه اداري يعني المدير الرياضي هو اللي بيرسم هويه الفريق هو اللي بيرسم النادي شكل النادي ككوره اقول لك بمصطلح اكتر لما تيجي تشوف تقول نادي الاسماعيلي هتقول ده الكره الحلوه الناس اللي بتلعب لحد الان رسم جيل هويه من زمان ان الناس دي بتلعب كوره خلاص بقت هويه وشخصيه نادي الاسماعيلي بتلعب كوره حلوه النادي الاهلي النادي الالتزام دايركت فوتبول بلعب سيستم بطوله عشان كده لما تشوف ناشئ تقول له ايه ده تربيه النادي الاهلي ليه قلت كده بقصد او بدون قصد هو بقى عنده شخصيه هويه النادي الاهلي بقت هي دي اللي احنا بندور عليها فلما تصنع هويه ما بيصنعهاش غير المديرين الانديه المديرين الرياضيين المديرين يعني الرياضيين بتوع الانديه مثلا امثله مثلا جالياني في الميلان فاهمني ليوناردو في باريس سان جيرمان بيجي هو والناس الفنيين بيوضعوا ويقولوا احنا هنلعب على الهجمه المرتده فرقتنا يبقى يجيب مدرب يلعب يجيب مدرب يلعب على الهجمه المرتده ويجيب لعيبه ذو سرعات قدام محطه ويجيب مدافعين بيعرفوا يزونهم يبقى انت عينها بتسهل عمليه الاختيار اللعيبه لان انت هتمشي على سيستم بعد شويه نسال بقصد او بدون قصد الكابتن حسام حسن عمل هويه النادي المصري خلاص لما تسمع دلوقتي بودانك النادي المصري تعرف ان هو هيعمل عليك بريس وجري كتير وتطير لحد ما يفوز عليك لو قدرت ان انت تصبر مع النادي المصري هتكسبه دي هوية فهي دي المدير الرياضي بشكل أو بآخر يصنع لك بقى كمان قطاع ناشئين نفس الشخصيات مع المدربين وندي ورش عمل ونعمل ورش عمل ونشغلهم في كده احنا محتاجين دي في اتحاد كرة القدم اتحاد كرة القدم المصري لان احنا هو مستر كوبر دلوقتي بيصنع شخصية منتخب مصر فانت الوقت كنت مع الجوهري بتدافع وتهاجم كويس مع حسن شحاته بتلعب كره جميله وبتفوز مع مستر كوبر دلوقتي انت بتدافع وتعمل على الهجمه المرتده فبقى مشهور في العالم تيجي بقى من الانديه طلعت للمنتخبات طلع بقى لما يتقال منتخب مصر ده بيزون وبيديش مساحات وبيلعب على الهجمه المرتده هو ده المدير الرياضي هو ده الشخص متدخل في كل حاجه في فنية. النادي فنيا واداريا فنيا واداريا بيحول الفني اداري فني ازاي بيقعد مع المدير الفني والمدير الفني بيشرح له انا عايز بلعب بطريقه ايه ويتناقشوا فيه ويتابعوا ويتفقوا على الطريقه ويتفقوا على السيستم تمام انا لما شرحت البرزنتيشن لمجلس الاداره طنطا الحمد لله لقيت قبول عالي جدا ومسانده عاليه جدا ومسانده كمان من الكابتن خالد عيد كمان فكان لازم من ضمن متطلباتنا ان احنا ندخل اناليزيس ندخل تحليل ماتشات ندخل لياقه بدنيه عشان ندخل عندك ارقام والارقام ما بتكذبش عشان تعرف انت فين وكان عندنا تارجت معروف جدا ان احنا في السنه الاولى والسنه الثانيه نستمر في الدوري الممتاز عشان نجيب نوع ثاني من اللعيبه موجوده
هيتحقق الكلام ده امتى؟ على مدار 5 سنين. انا قلت لهم عبد الظاهر السقا موجود، عبد الظاهر السقا مش موجود، ده سيستم هيتحط وهيتعمل اللي عايز يمشي عليه هيمشي عليه ال5 سنين وهيتحقق المنظومه دي. طب انت حاسس يا كابتن عبد الظاهر انك حققت حاجات مع فريق طبعا فرطة؟ طبعا بشكل كبير. احنا يمكن عملنا شغل كان المفروض يتعمل في سنه، اتعمل في 3 شهور. احنا اهتمينا، كان تارجتنا الاول ان احنا نهتم باللاعب الطنطاوي، باللاعب وندخ فيه الانتماء لنادي طنطا. فاهتمينا باللاعب قوي، واهتمينا انه يحب النادي قوي، واهتمينا ان هو نريحه يبقى هو له الملعب بس. يعني نومك، اكلك، شربك، اجازتك، كل ما تتخيله من امور اللعيب كانت مسؤوليتنا. لدرجه ان احنا بقينا ندخل في الحاجات الشخصيه ونحلها. فطبعا حصل طفره كبيره جدا. انا كنت سامع ان انت بتتدخل حتى في امور شخصيه جدا في اللعيبه، ان هم ازاي يقدروا يصرفوا في التزاماتكم. ما هو واحد خام جدا، ما يعني ما جربش اي حاجه في الحياه. فانت من خبراتك بتفضل بقى تديله خبراتك وتفضل تديله حاجتك، زائد ان انت شاف الكابتن عبد الظاهر قدامه فبقى واثق فيه ان هو اللي بيكلمه ده هيعمل له كل اللي هو عاوزه، هيفهمه لانه كان لعيب كوره. يعني في لعيبه كتير قوي كانت بتيجي كنت اقول له ظروفك ايه؟ النهارده بيصرف على اخواته، بيجوز اخته، كل الكلام ده كل لعيبه مصر احنا كله عشناه. هو شايف اللقطه الاخيره ان كابتن عبد الظاهر احترف ولعب في اوروبا، فيعرف الكلام ده منين؟ لا انا اعرف كل حاجه حبيبي. انا اعرف كل ما تتخيل، عربيتك بالقسط ولا مش بالقسط، بتروح ازاي، مواصلات، ولا كل ما تتخيله كنا بندخل فيه. ودي امور مهمه جدا وبتفيد. طب كابتن عبد الظاهر، النادي الاهلي بصدد مواجهه طنطا يوم الجمعه، اول ماتش بالنسبه لكابتن اسامه عرابي في قيادته الفنيه. الماتش من وجهه نظرك هيبقى ازاي؟ ماتش صعب جدا على 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 النادي الاهلي، لان فرقه طنطا انا دايما اقول انها من الفرق اللي هي عايزه بس شويه تطعيمات، وكان ان شاء الله في كنا عاملين بلان لشهر واحد لكن ما حصلش نصيب. من الفرق الشرسه جدا هجوميا. انت كنت هتدعم في شهر واحد بصفقات؟ طبعا عندي، كان عندنا صفقات وقعدت مع اللعيبه. فأني مالك ده؟ لا خلاص بقى، ما هو انت بصفه عامه، ما انت خلاص، لا انت كنت موجود في مكان فانت دلوقتي مش موجود فيه، فدي بتبقى عيوب وحاجات في الفريق ما اقدرش اقولها، لان احنا كنا لامسينها وكنا عارفينها وكنا عاملين ريبورت بيها، لكن ما حصلش نصيب ان احنا نقدر نشرحها يعني. لكن بشكل كتير نادي طنطا من الانديه الشرسه جدا في ناحيه الهجوميه، بيعملوا كونتر اتاك بشكل غير طبيعي، عندهم سرعات سواء محمد جابر سواء حماد الغنام سواء كمان مصطفى محمد من الفراوده اللي جايين قدام، عندهم سيف الجزيري كمان تونسي، ده برده من لعيبه كويسه جدا، عندهم محمود غالي في الـ في الـ في خط النص، ده لعيب كويس جدا. ينقص نادي طنطا خبره الدوري الممتاز. ما فيش لعيب في الدوري في الفريق عنده خبره الدوري الممتاز، يعني كلهم سنه اولى ثانيه كتير ثالثه، ما فيش غير رضا العزب هو الوحيد اللي عنده السي في اللي اهله اتحاد شرطه اتحاد شرطه والزمالك وبعد كده نادي طنطا. طب هل هيتعب النادي الاهلي جدا؟ لان النادي الاهلي واخد ان هو يضغط من قدام يخلص المباراه، فالكونتر اتاك هيبقى عليه صعب جدا. طب هل شايف ان الكابتن حسام بدري ونجومه الكبار النادي الاهلي ما شاء الله عنده ذاخره قويه جدا من اللعيبه وطالع من ماتش المقصه متحفز عشان يواصل المشوار، هل شايف ان كابتن حسام البدري قادر ان هو يفك التكتلات اللي هتبقى موجوده من نادي طنطا؟ انا بقول النادي الاهلي احسن فرقه في مصر، احسن وليس يعني في فرق شاسع جدا لما يكون عندك لعيبه كويسه، ولكن مش احسن تيم، احسن فرقه لانهم فيهم كل العناصر. يعني النهارده ما تقدرش، لو ممكن لو هجمك من العمق يعرف يخترقك في العمق، من الاطراف اشتغل من الاطراف، تسليم وتسلم على اعلى مستوى، عندهم محاور مش ممكن انت يعني كل واحد. النادي الاهلي كتاب مفتوح لكل الناس، لكن مين الجدع اللي هيحل في الملعب؟ ما هو ده الفرق، ان انت كلاعيبه هتحفظ ازاي لعيبه. نادي المقصه كسب النادي الاهلي لان نادي المقصه من الفرق الكبيره بجد،
يعني احنا عملنا عليهم ماتش كسبناهم 3 في الشوط الاولاني، تعادلوا معانا 3-3. ودايما اقول المقاصه دي من الفرق الكبيره ليه؟ فيها شخصيات من اللعيبه زي الكبار. يعني ايه زي الكبار؟ لعيب النادي الاهلي ايه اللي بيفرقه عن النادي التاني؟ من شخصيه جوه الملعب. ان المدرب بالنسبه له بيحط له الخطه وهو جوه الملعب مدرب. يعني ما تيجي تتكلم من ناحيه اليمين احمد فتحي ده حد ساعات تلاقيه مهاجم، ساعات تلاقيه مدافع، ساعات تلاقيه نص الملعب. هل المدرب قال له كده؟ كابتن حسام في تعليمات، لكن جوه الملعب في لعيبه تقال. عبد الله السعيد تعرف تمسكه؟ اراهنك. يعني احنا في ماتش من ماتشات مع كابتن شوقي غريب حطينا لعبد الله السعيد على عيد وقلنا في الانتاج، في الانتاج الحربي واحنا في ماسكين الانتاج الحربي. ده من احسن الماتشات اللي عملها على عيد في حياته. في حياته احنا فهمناه ازاي يقدر يمسك عبد الله لو نزل نص الملعب دايما وطرده، ما تدخلوش جوه من بعد نص الملعب. بعد نص الملعب مان، بعد كده سيبه. يعني هنسيب للاهلي الكوره، واي حد يلعب مفتوح مع النادي الاهلي صدقني هيقابل مشاكل كتير. لازم تزون لو تلعب على الهجمه المرتده. ساعتها عماد متعب حط فينا الجون الشهير في الدقيقه 96 تقريبا في واحنا كنا في الانتاج الحربي. ده من احسن المباريات اللي احنا لعبناها ضد النادي الاهلي. لكن بشكل كبير ماتش صعب جدا جدا على النادي الاهلي، وماتش اصعب على نادي طنطا. هل النادي الاهلي قادر على ان هو يواصل مشواره للصداره كابتن؟ اكيد اكيد طبعا، اكيد بشكل كبير جدا. النادي الاهلي من اقل الفرق اللي عندها مشاكل. مين افضل لعيب تركي من وجهه نظرك؟ انت حضرت فتره كانت قويه في تركيا. طبعا لعبت على هاكان شكر وحسن شاش، ودي كان عظماء تركيا. يعني الناس دي خدوا الويفا ووصلوا المنتخب لقبل النهائي في كاس العالم، فعمل شغل كويس جدا. لا امرا بلازولو كان بيلعب في الانتر، ده من احسن اللعيبه اللي الواحد شافها، بيلعب برجله الشمال، من اللعيبه اللي لها قدرات خاصه. يعني هل شايف ان الدوري التركي واستقطابه للنجوم هياثر في الدوري التركي انه يبقى متقدم عن كده؟ هو بيعلي قيمته التسويقيه. هو الناس ساعات تجيب تدفع ناس فلوس كتير قوي عشان تجيب نجم. هو ما بيجيبوش عشان الكوره بس، هو بيجيب عشان في حاجه اسمها تسويق، حاجه اسمها قيمه التسويقيه للفريق بتاعنا. النهارده لما بيجيب نجم زي مثلا انيلكا، تصور كام تيشيرت من بتوع انيلكا اتباعوا في تركيا، حقق مبالغ اكتر من اللي جه بيها، مع انه كان جه مبلغ خرافي، لكن هو حقق للنادي مكاسب غير. زي مثلا ايفونا، كل الناس كانت بتتكلم ازاي ايفونا وبالثمن ده، هو الدوري كله ثمنه كام؟ وفي الاخر خالص جاب حقه وزياده. وزياده. طيب ايه رايك في محمد صلاح؟ محمد صلاح لكل زمن، لكل زمن كده راجل بيجي. محمد صلاح حط نفسه في التاريخ خلاص تماما. محمد صلاح يعني ما فيش حاجه تدي له حقه اكتر من ان هو ربنا يكفيه شر الاصابات، وان هو ده نتاج عمل واخلاص غير طبيعي وشخصيه. فرق كتير قوي. قادم باللعب لريال مدريد. محمد صلاح غير مفاهيم ناس كتير جدا. غير مفاهيم لما راح ساب تشيلسي وكلنا غلطناه وقلنا ازاي ساب تشيلسي، ما يصبر شويه ورايح فرونتينا. فراح محمد صلاح في كل محطه، مش راح ولعب اساسي، ده راح وتميز. ساب فرونتينا راح روما، غير مفاهيم الناس. تمام. ساب روما وراح ليفربول، كلنا قلنا وخفنا ازاي وممكن ما يلعبش اساسي. الراجل بقى رقم واحد في انجلترا. الناس مستغربه ان هو راح من ريال مدريد. في اوروبا كل ما بتشتغل كل ما بتعلى. انت بتشتغل قد كده يبقى انت تملك قد كده. بتعدي ليفل. كل ما تعدي ليفل انت بتروح في الانديه الكبار. فهو طبيعي جدا انه يروح ريال مدريد، طبيعي جدا انه ياخد احسن لاعب عربي، طبيعي جدا. ليه؟ شغله زي كريستيانو وميسي. هل كريستيانو ده احسن لعيب في العالم كده؟ يعني عشان هو احرف واحد؟ لا، بنتائج وسي في. في كمبيوتر في اوروبا، هم بيتعاملوا بالارقام، ما لهمش دعوه باي حاجه. نمبر نيفر لايز. الارقام لا تكذب ابدا. كابتن عبد الظاهر سريعا، يعني تايتل سبورتنج دايركتور او المدير الرياضي لو في نادي زي وادي دجله ينجح؟ هو ده الاهم. ان وادي دجله يملك الاساسيات. انا بجيب يعني نادي انديه شركات. هل ينجح؟ لا، من الانديه اللي هي
فعلا ان 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 فعلا دي هي دي اللي يركب عليها. كابتن مصر حبيب. كابتن عبد الظاهر السقا يعني شرفتني ونورتني. الله يخليك. ودايما كده ان شاء الله تكون معايا باذن الله. ان شاء الله. انا بس كمان اتعلمت، عايز اقول كلمه اخيره، ان انا اتعلمت من انا استشرت ناس كتير، منهم الكابتن شقا غريب، منهم الناس الفنيين، ان انا ما كنتش رايح للحته دي خالص عشان العبها. فقال لي لا انت استفاد استفاده غير طبيعيه. انا استفدت اكتر من نادي طنطا. وبشكر مجلس الاداره طبعا، وبشكر الجمهور والناس اللي كلمتني، بشكرهم جدا على الفتره اللي انا عشت معاهم. اشكرك كابتن عبد الظاهر. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. كده فقرتنا مع كابتن عبد الظاهر بتنتهي. اوعى تروحوا جديد، لسه معانا فقرات استاد الاهلي، ما تروحوش بعيد عشان نادي الاهلي هيتعب.